السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكل أحبابي وأصدقائي ومتابعيني. احنا النهاردة يا جماعة في منطقة اسمها قرية الإمام مالك في الكيلو 107 على طريق مصر اسكندرية الصحراوي. الحقيقة النهاردة أنا جاي عند شخص مميز جدا. الشخص ده صيادين كتير جدا قالوا لي عليه وقالوا لي إن الراجل ده ليه طرق مختلفة في الصيد عننا، رغم إن هو متقن جدا لصيد الكوبرا عن طريق الأثر وعن طريق الفحت وكده، إلا إن معاه طريقتين مختلفين جدا الصيادين كلهم حتى بيستغربوا من الطريقتين دول. رقم واحد وهو نصب الفخاخ، وانا اول مرة في حياتي اسمع عن صياد في مصر بينصب فخ للكوبرا. رقم اتنين وهو الحاسة السادسة، ان معظم الصيادين يا جماعة بيقولوا ان الشيخ احمد عنده حاسة سادسة، ان هم يبقوا ماشيين مع بعض ممكن يبقوا اتنين صيادين ولا كده وفجأة يقول لهم في كوبرا هنا، ولا في اثر ولا في اي حاجة تدل على المكان ان في كوبرا، ولكن بنسبة 90-95% الكلام اللي بيقوله بيطلع صحيح. فالنهاردة جايين نتعرف على الشيخ احمد ونشوف طريقة صيده ونعرف ايه اللي بيقولوه عليه الصيادين. طبعا يا جماعة معانا الشيخ احمد عبد الجواد، طبعا من امهر الصيادين. الحقيقة طبعا انا اول مرة انزل معاه النهاردة صيد، وطبعا انا بتشرف بوجودي معاه والله، ولكن اشوف النهاردة بقى كل اللي انا سمعته قبل كده عايز اشوف النهاردة ان شاء الله بعناية، وباذن الله هنتابع مع بعض، واي حاجة هنطلعها واي حاجة هنصورها هنحاول ان احنا نعرضها لحضراتكم. فتعالوا بينا نقضي اليوم النهاردة مع الحاج احمد ونشوف هيطلع معانا ايه. توب كوبرا هنا شيخ احمد جديد. هي كانت كوبرا هنا بس هي راحت المكان. ده بقى له بتاع سنه بالظبط، بس ما فيش اي اثر جديد. بص يا كمال، تعرف بقى اتجاه الكوبرا ازاي بقى؟ الرمل لما تكون مرفوعه كده يبقى الكوبرا ماشيه كده، الرمله مرفوعه العكس ليه؟ لان هي لما تمشي بتسند على الرمله كده عشان تمشي. وصلت معاك؟ دي جره اي تعبان عموما، الرمله في اتجاه المرفوع يبقى هي ماشيه عكسها. انا هفصل لك دوله. تمام يا باشا، انا هفصل لك دول. شفت وشك حلو ازاي؟ الحمد لله. ولون اللي انت بتحبه يا استاذ احمد. ادي اول حاجه معانا النهارده يا جماعه. ممكن تطلع من فوق قبل ما تطلع من فوق. اوقف ولا زي ما انا طالع بشغال؟ زي ما انت. اطلع من هنا كمان. ماشي. طب اجي اسعيكم شيل معاكم بقى كمل تصوير عادي. زي ما وصعب والله يعني. ما شاء الله. اللون كمان الاصفر اللي انت بتحبه كمان برضه. هي دي. اعزل عندك وانا هعزل لك برضه من هنا. لا احنا دقيقة استاذ احمد عشان خاطر لو في شقة فار وتردم مش هتيجي خالص. لا ماشي ماشي احنا هعزل لك من هنا. انا حتى نسيت اجيب الكاس بتاعتي معايا. استاذ احمد استاذ احمد استاذ احمد استاذ احمد استاذ ماشي ماشي ماشي. انا هشيل بيض، هشيل بيض بس امسك. هشيل بيض هنا. هيك هنا عندك استاذ احمد. عندك استاذ احمد الكوبرا حاميه. ايوه
استاذ احمد كوبري حمد. ماشي وقف عليه. خلي بالك عندك مش ممكن تكون ماشي كده؟ لا ثواني بس ثواني. لا هي هتلاقيها ايوه عايز تقف هنا بس لو شاركت مش هتلاقيها. لا بس يا باشا هجيبها لك. مش هتلاقيها. امسك كده يا استاذ احمد. بسم الله الرحمن الرحيم. امسك كده. انا شفت ده مرتين. يا تمام. خلي بص خليكم في الناحيه الثانيه. ما انا مركز مركز مع الفيديو ومركز الناحيه دي برضو. تعال هنا كمان. تعال هنا. اي بصور. انا عادي انا بصور بكمل تصوير. انا بكمل تصوير. الكوبرا ذكيه جدا. الكوبرا ذكيه بطريقه رهيبه. قلت لك اوقف هنا عشان عارف الكوبرا هتسحب. الله ينور. تعال عكس هنا كمان. هي دي اللي انت شفتهاش يا احمد؟ هي دي. تعال هنا كمان. ده شغل الصحراء هنا. الله ينور. خلي بالك هنا تلمح الكوبرا بدلها. بدلها. فجأة تلاقي الكوبرا كده سحب. انت الله ينور عليك. الف مبروك. عيب يا جماعه. هوقف الفيديو ولا لا؟ زي ما انت. لعيب يا شيخ احمد. والله انا مبسوط. لعيب يا شيخ. لا 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 استحاله. طب امسك يا شيخ احمد بعد اذنك. بعد اذنك. انا مبسوط والله. زي ما هو كده. الكوبرا دي كوبرا مصريه ودي اول حاجه طبعا معانا. وطبعا الشيخ احمد برضو هو اللي شافها. يعني هو كان ماشي قدام مني هو اللي شافها. طبعا هي دخلت في العفش ده لان زي ما حضراتكم شايفين هنا كل ده تقليم نحت. فهو طبعا اللي شافها ودي اول حاجه معانا النهارده. انت لما محتاجه بتشمس ولا بتجري؟ لا بتجري. لا حتى لسه ما خلصتش الكلمه معاك. قلت لك ببص على مدى. أيوة. انا يعتبر احنا جرينا. انا بصيت على مدى. ايوه على مدى طويل. لان الكوبرا هي كانت بتجري جوه العفش يعني. كانت بتجري على خيرها. انا شفت ديرها بس ديرها على الاخر يعني. سبحان الله. يعني احنا لو ما شفناش ديرها ما كانش جبنا الكوبرا. الحمد لله. لان هنا بص الصحراء دي هنا لو اتدارت خلاص هي كنت بتقطع جره. مشكلتها ان هي بتقطع الجره بتاعتها يعني.